قال محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي إنه يتم حاليا التجهيز لإقامة 5 معارض لبيع السلع الغذائية ليتم افتتاحها قبل شهر رمضان المقبل لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة. وأضاف الدالي في اجتماع مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لسوق الجملة أنه ستتم إقامة المعارض في الأماكن الحيوية وبالتعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة على أن يتم توفير السلع عن طريق سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة السادس من أكتوبر.